تنضم إلينا بثينة خليل صحفية هي في مرسين. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح النور ورمضان مبارك على الجميع. أهلا وسهلا فيك. هلا غير الأبنية اللي ذكرناها قبل قليل، شو أوجه التشابه بين مدينتي حلب وغازي عنتاب؟ هلا في أوجه تشابه كثير بين غازي عنتاب وحلب. طبعا في بيناتهم ارتباط تاريخي وثقافي وجغرافي كثير وثيق. طبعا في عوامل عدة يتشابهوا فيها. فأول هذا العوامل هو انتماء المدينتين لدولة واحدة وخضوعهم لقوانين واحدة وانتمائهم لولاية واحدة لمئات السنين. العامل الثاني هو القرب الجغرافي، المسافة بين المدينتين هو عبارة عن 100 كيلومتر بالضبط، 96 كيلومتر. فهذا القرب الجغرافي بيناتهم جعل أنه هاي المدينتين تتشابه بالمناخ بالأرض، فالمدينتين داخليتين ومناخهم هو أقرب للجفاف. في طبعا عامل رابع وقعهم على الطريق الدولي الواصل بين ثلاث قارات اللي هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. هذا العامل أو هذا الوقوع على هذا الطريق الدولي كان أنه جعل التجار والمهاجرين القادمين من تركيا وأوروبا للوطن العربي وأفريقيا يمروا تمام بغازي عنتاب وحلب، حتى حجاج تركيا وأوروبا سواء المسلمين القاصدين الحجاز أو المسيحيين القاصدين القدس كانوا يمروا بعنتاب وحلب بالذهاب والإياب. لكن الشيء اللافت أكثر بين المدينتين هو التشابه بين القلعتين. قلعة عنتاب هي نسخة عن قلعة حلب من حيث موقعها بخط البلد بالشكل الدائري، والخندق المحيط فيها، شكل الحجارة ونوع الحجارة والأبراج والسور المحيط فيها وإشرافها على أسواق المدينة. حتى بنلاحظ أنه التشابه موج أنه الظاهر من حيث إحاطة الأحياء بالقلعة مثل السوار، البيوت العربية متشابهة من حيث العمارة، حتى من حيث المزروعات يلي بداخل مثل ما بنسميه نحن أرض ديار مثلا. نبتة الياسين هي نفسها موجودة بيزرعوها بالدور القديمة بحلب وبيزرعوها بالدور القديمة بعنتاب. حتى أنه في شارع في حلب يحمل نفس اسم أحد شوارع غازي عنتاب. إضافة كمان في ثمة تشابه بالأسواق المسقوفة، إضافة إلى أنه كمان في تشابه بالخانات بين المدينتين. حتى الحمامات العامة والمواد اللي بيستخدموها بالحمام مثل مادة البيلون كونها من أرض وحدة. كمان إذا بدنا نوازن أو نشوف التشابه من ناحية الزراعة والطعام فكمان في مشتركات عدة. صحيح. هلا اذا بدنا نحكي شوي عن ثقافه الطعام، مثل ما ذكرت انه في تشابه ايضا، يعني اللي بيروح بيقصد غازي عنتاب ففعلا بيتذكر حلب، خاصه في الفستق الحلبي مثلا بتركيا، هو بتركيا هو الفستق العنتابي اللي نحن بنقوله فستق الحلبي، وطبعا اكيد مشهوره بصناعه الحلويات غازي عنتاب كما في حلب. هل في صدام بين الشارعين بانه مثلا اصل الفستق من وين؟ هلا الفستق لا، ما في روايه بتقول اصل الفستق من وين، لانه هن اصلا ارض وحده. ففي فستق عنتابي يعني بيكون قريب من عنتاب، فستق حلبي يعني بيكون قريب من حلب، لكن ما في روايه. في روايه بتقول، طبعا انا سمعتها من بعض المواطنين الاتراك، انه روايه هي بتخص البقلاوه، حلوى البقلاوه، بيقولوا هي انه اصلا حلب. صحيح. هاي احد الروايات، ولكن ما كثير بصراحه في صحه بتقول انه اصلا حلب. لكن العنتابيين بيقولوا انه البقلاوه هي اصلا حلب. طب بثينة، دائما بيقولوا الشعب بياخذ من المنطقه او من المدينه بالطباع او طبيعه الحياه والمناخ كمان بتفرض عليهم يمكن اطباع معينه. في تشابه اليوم بين العنتابليه وبين الحلبيه؟ هلا هو ما في طبعا في تشابه بالعادات والتقاليد، لان في بيناتهم اصلا مصاهره عبر الاجيال، في مصاهره بين عائلات حلب وعائلات عنتاب وبنسبه عاليه، والاختلاط السكاني يظهر باسماء الاسر. ففي حلب نرى اسر مثلا لقبها عنتابي او عنتابي او عنتبي. صحيح. في عنتاب كمان نرى اسر لقبها حلبي او هلبي.
وتعني الحلبي او الحلبيه. طيب شو نظره اهالي المدينتين لهذا التشابه او الاستنساخ كما ذكرنا قبل قليل؟ عفوا نظره الاهالي المدينتين لهذا التشابه كيف بيشوفوه؟ هلا انه الاهالي عفوا الصوت شوي ده. عم نسمعك مزبوط نحن سامعينك. نعم من ناحيه الاهالي تفضلي بوسينا. تمام نظرة الأهالي مثل ما حكينا أنه هناك في مصاهرة بيناتهم بين المدينتين. طبعا بالنسبة للاستنساخ مثل ما حكينا كونه أنه حلب هي أكبر وأقدم من مدينة غازي عنتاب، فبعض من أبناء حلب يعني يعتقدوا أنه ما في صراحة استنساخ أو تشابه بيناتهم، والبعض الآخر بيعتقد أنه في استنساخ وتشابه بيناتهم، لكن عندنا الاستنساخ أو عفوا التشابه واضح بكثير ملامح ذكرناها. طبعا في أكثر من كثير من هيك، لكن ذكرتي فعلا يعني ذكرتي كثير اشياء وحتى كانت غايبه عن بالنا. طيب بوسينا شو الاشياء اللي بتفصل بين المدينتين واللي ما بيتشابهوا فيها ابدا؟ اللي ما بيتشابهوا فيها ابدا هي اللغه والعلم الدقيق. لما انا بمشي بشوارع لما بمشي بشوارع عنتاب صراحه بنسى حالي اني بعنتاب، فبتخيل حالي بحلب. لكن لما بشوف مثلا أرما مكتوب عليها اللائحة الطرقية مكتوب عليها بالتركي أو بشوف العلم التركي، فأنا خلص إنه يعني برجع لواقعي إنه أنا مانك بحلب. بعض الأكلات طبعاً والمطبخ ما بدنا ننسى. شكراً كثير لك بوسينا خليل صحفية من مرسين، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. شكراً لك. نهارك.